حادة سبعينية تسكن غرفة فوق سطح منزل لا يبعد كثيرا عن محطة القطار. امرأة تبدو غريبة الأطوار، ولعلها تحمل من ماضي عمرها ذكريات تركت في نفسها ندوبا لا تشفى. ترفض أن يقرن اسمها بلفظة أم، كأن يقال لها أمي حادة أو خالة حادة. كثيرون يتعمدون استفزازها فينادونها بما تكرهه. تضع حادة في فمها سيجارة من التبغ الأسود لا تستعجل إشعالها. لم يكن منظرها وهي كذلك يثير اهتماما، فقد اعتاد الناس رؤيتها على ذلك الحال. حين تصادف أحدا ممن تعدهم من مجايليها تحكي حكايتها التي حفظها الناس لفرط الاستماع إليها. هي الحكاية نفسها التي تقول فيها بعد أن تشعل سيجارتها إنها لما كانت شابة كانت امرأة جميلة فاتنة. الفراغ الذي تركته أسنانها التي تساقطت لا يساعدها كثيرا على الابتسام. تحكي عن مغامرات كثيرة أبطالها رجال تصفهم بالصناديد التقتهم في الدار البيضاء. تتنفس نفسا عميقا، الدخان المتصاعد من لفافتها يزعج عينيها فتبدو وقد أغمضتهما. عبد الباقي من أولئك الصناديد الذين تحكي عنهم حادة، الشاب المكناسي الذي كان يقيم في الدار البيضاء في أواسط سبعينيات القرن الذي مضى. يبدو من كلامها أنها أغرمت به كما لم تغرم بشاب غيره. لا يذكر أحد ممن كانوا يستمعون إلى قصص حادة أنها أكملت قصتها مع عبد الباقي. أحيانا تبكي فلا تكمل القصة. كانت تقول إنها وهبته أعز أيام شبابها وجمالها. يقول بعض ممن يستهويهم كلامها وكأنهم يعزون في أيامها الخوالي تلك، إذا مضى الجمال بقي منه أثر يحكي عنها. تعجبها تلك الكلمات، تبتسم فتتمطط شفتاها، تحرص على ألا يظهر ذلك الفراغ الذي تركته أسنانها التي تساقطت. لم تذكر يوما أنها تزوجت أو أنجبت، ولا أحد قال إن حادة التي عادت إلى واتزم بعد غياب دام نحو من 50 عاما تزوجت أو أنجبت. ألسنة قالت إنها أمضت تلك السنين متنقلة بين الحانات وأحضان الذين تصفهم بالصناديد. يوم عادت إلى مدينتها كانت والدتها قد توفيت بضعة أعوام من قبل، وكانت آخر من بقي من عائلتها. ها هي الآن ونحن في العام 2000 تعيش وحيدة في تلك الغرفة فوق السطح، تجتر ذكرياتها التي لا تفطر تعرضها على من يرغب في الإنصات إليها. كانت تفضل الحديث إلى الرجال، تظن أن النساء كل النساء تغرن منها فتتحاشاهن، ولعلها تحس بحديثها إلى الرجال عودة إلى ماضيها ذاك الذي تعده جميلا، وإن لم يكن هؤلاء الرجال من الصناديد الذين عرفتهم وخبرتهم لما كانت في الدار البيضاء. عدا حكاياتها تلك لم يكن في حياة حادة ولا في شخصيتها ما يستحق الاهتمام. فئة من الجيران صنفتها مع المجانين، كان حكما نهائيا. ما كان يثير الاستغراب أن حادة حين تأتي إلى البقال القريب من المسجد تشتري ما تحتاج إليه وتدفع ثمن ما تشتريه، بيد أن كثيرين من الرجال والنساء كانوا لا يدفعون إلا آخر كل شهر. صحيح أن السبعينية لم تكن تستهلك الكثير من المواد الغذائية، ولكن ما تنفقه في شراء السجائر كان يمثل ثقلا لا يستهان به في نفقاتها الشهرية. لم يكن لحادة مورد معلوم، فلا هي تستفيد من معاش ولا هي مالكة عقار يدر عليها دخلا قارا. أكثر ما يثير استغراب المستغربين أنها قليلا ما كانت تغادر الحي الذي تسكنه. حاول أحدهم مرة استدراجها لمعرفة موردها بأن دعاها للحديث عن أيام الدار البيضاء تلك التي تعدها أيامها. كان يريد أن يستشف سرا يظنها تكتمه. لم تشف غليل فضوله، تحدثت له عن جمالها الذي كان يجعل الرجال الصناديد يسعون وراء ودها ركضا وحبوا. تحدثت عن تلك الليالي في الفنادق الفخمة، ذكرت أسماء لم يكن لذلك الفضولي أن يعرف منهم أحدا.
ثم أتت على ذكر ذلك الشاب المكناسي الذي تقول إن اسمه عبد الباقي، وكما في مرات سابقة فإنها لم تكمل القصة. ذات صباح من أبريل من العام 2000 شوهدت حادة في حدود الساعة 9 وهي تخرج من المنزل الذي تسكنه. كانت تضع على وجهها من المكياج ما يلفت الأنظار، مساحيق ودهون، ولبست من الثياب ما لم يعد يناسب سنها. التنورة المزركشة التي ارتدتها لم تكن على مقاسها وتحيل على زمن ولا. يبدو أن المرأة مسافرة. توقفت عند البقال وطلبت منه علبة سجائر. سألها إلى أين تريد؟ نظرت في عينيه، ربما لم تكن ترغب في الإجابة. ثم وهي تأخذ علبة السجائر والدراهم التي أرجعها البقال، قالت له إنها ذاهبة إلى الدار البيضاء. قالتها ثم اختفت. في محطة القطار اشترت تذكرة إلى الدار البيضاء وجلست على كرسي تنتظر. كان منظرها لافتا للانتباه. الذين يفدون على المحطة ينظرون إليها باستغراب وتعجب، وكانت ترد عليهم بابتسامات تتمطط لها شفتاها اللتين وضعت عليهما من الأحمر القاني. وجنتاها اخترقتهما تجاعيد متقاربة وعميقة، وقد اكتسبتا لونهما من مسحوق وردي، بينما ارتسم خطان من كحل عبر عينيها اللتين غابتا في محجريهما. جاء القطار، نزل بضعة مسافرين، وأذن بالركوب للمنطلقين إلى الدار البيضاء. في المقصورة التي جلست بها أجنبيان، رجل وامرأة، ثم التحق بهم رجل شاب. ظلت السبعينية تنظر إليه، كانت تحاول أن تلفت انتباهه إليها، ولكنه أخرج من محفظة كانت معه مجلة وانهمك في القراءة مثله فعل الأجنبيان. عم السكون تلك المقصورة، ثم سمع طرق بالباب الزجاجي. هو عون المكتب الوطني لسكك الحديدية جاء يراقب التذاكر. لم تدم العملية أكثر من دقيقتين، رن هاتف ذلك الشاب. لما وضعه على أذنه التقت نظراته بنظرات حادة التي ابتسمت في وجهه، كانت تحرص على أن تبدو ابتسامتها قناة تم طبيعية. لم يكترف الشاب إليها، أنهى مكالمته وأعاد الهاتف إلى جيبه وعاد يقرأ في تلك المجلة. انتابتها رغبة في التدخين، خرجت من المقصورة ومضت إلى آخر العربة. لم يكن هناك أحد. أشعلت سيجارتها. بعد 5 دقائق عادت إلى مكانها. وجدت الذين في المقصورة كما تركتهم. لحظة الوصول إلى الدار البيضاء أعادتها 5 سنين إلى الوراء. لما غادرت المحطة أشياء كثيرة تغيرت. استوقفت سيارة أجرة، طلبت من السائق أن يمضي بها إلى الحي المحمدي، إلى شارع عقبة بن نافع. ما أن انطلقت سيارة الأجرة حتى دلفت إلى زنقة ضيقة متفرعة عن الشارع. على بعد 20 مترا في عمق تلك الزنقة توقفت عند باب علاه الصدأ. يبدو المنزل مهجورا. من حقيبتها اليدوية أخرجت مفاتيح، صارت تجرب الواحدة والآخر، ثم انفتح الباب. رائحة غريبة تعم المكان. تظن أن لا أحد فتح الأبواب منذ أن غادرت قبل 5 أعوام. تظن أن لا أحد رآها وهي تدخل البيت. رأت شمعة سبق أن استعملت في حافة نافذة تطل على الباتيو. ضحكت فرحا، فقد نسيت أن الكهرباء قد قطعت عن البيت لأنها لم تسدد الفاتورات. في الطابق الأرضي غرفتان. تعلم أنها تركت فراشا في الطابق العلوي. صعدت السلم. لما وقفت بباب ما كان غرفة نومها اكتشفت حالة من الفوضى. يبدو أن أحدا مر من هناك. فتش المكان ثم مضى. ما كان يخيفها أكثر أن يكون الذي فتش الطابق العلوي قد فتش أيضا الطابق الأرضي. أزاحت الغبار الذي غطى كرسيا خشبيا وجلست تتأمل حالة الفوضى تلك. أحست بالتعب. تجردت من تنورتها المزركشة ومن ملابسها وأزالت عن الفراش ما تكوم عليه من أشياء، ثم استرسلت. في الصباح باكرا استيقظت،
قررت أن تنزل إلى الطابق الأرضي. على أرضية الغرفة المطلة على الباتيو آثار حفر، أكوام من تراب وقطع من الزليج. همت بالخروج. في تلك الأثناء سمعت طرقا بالباب. تكرر الطرق عدة مرات. التزمت زاوية من تلك الغرفة وكتمت أنفاسها، ثم سمعت الباب يقتحم. ظلت مكانها تتنفس بحساب. ثم وقف بباب الغرفة رجل ذو بنية قوية، جال ببصره في الغرفة ثم توقف عندها. كانت ملتصقة بالزاوية. انتبهت إلى أن الرجل يمسك في يده مسدسا. تعالي، نحن من الشرطة. تحركت من مكانها وأقبلت عليه. الكحل الذي كان في عينيها تبعثر ومنح محيط عينيها ظلالا. أمسك الرجل بيدها وخرج من تلك الغرفة. كان آخر ينتظر أمام الباب. وجدتها. لم يكلمها الرجلان. في الخارج في مدخل الزنقة كانت تنتظرهم سيارة شرطة تحلق حولها بضعة فضوليين. ما أن أركبت المرأة حتى انطلقت إلى المفوضية. تلتزم حد الصمت المطبق. أدخلت على ضابط يشغل مكتبا بمفرده. ظلت واقفة إلى أن دعاها إلى الجلوس. عم المكتب صمت لعدة دقائق، ثم رفع الضابط بصره إليها. هل تعلمين لما جيء بك إلى الكوميسارية؟ لا، لا أعرف. أنا كنت في منزلي أتفقد أغراضي، إذ لم أدخل هذا المنزل منذ عدة سنوات. منذ متى؟ لا أذكر بالضبط. صمت الضابط عدة دقائق، نهض وأخرج من خزانة حديدية ملفا أصفر وضعه على مكتبه وعاد إلى الجلوس. فتح الملف وسألها: هل تعرفين شخصا اسمه عبد الباقي؟ عبد الباقي من؟ أنا لا أعرف أحدا بهذا الاسم. نظر الضابط إلى وجهها بتركيز لا يخفى. يبدو أنك نسيت عبد الباقي سريعا. أنا لا أعرف أحدا بهذا الاسم. اسمعي يا امرأة، ألست حد معروض؟ نعم، من قال لك؟ كاد الضابط يضحك. قاوم وقال لها: كما ترين نعرف عنك عدة أمور، ومنها أنك تعرفين جيدا عبد الباقي الذي كان لعدة أعوام خليلك وحبيبك، وكنت له عشيقة قبل أن تقتليه وتسرقي أمواله وتدفنيه في تلك الغرفة في منزلك. ألا ترين أننا نعرف الكثير عنك؟ صحيح أننا لم نعلم مكان إقامتك خلال السنوات الخمس الماضية، ولكننا كنا نعلم أنك كما كل المجرمين ستعودين إلى مسرح الجريمة التي اقترفت قبل أن تهربي. ظلت صامتة. امتدت يدها المتجعدة إلى حقيبتها اليدوية وأخرجت علبة السجائر، ثم همت بإعادتها إلى حيث كانت. ولكن الضابط قال لها: بإمكانك أن تدخني. كان يعلم أنها تستعد للاعتراف، وقد اعترفت بأنها قتلت عبد الباقي المكناسي الذي فتنها حبا لما لمست منه ميلا إلى أخت.